الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل. طلعت بره الديكور، اقفله بقى وابدا اكريت النجوم بتاعتي. هقول ستار، هعمل ستار واحدة ومنها ابدا اخد بقى الستارز التانية على طول. هعملها في اي حتة دلوقتي مؤقتا، F7، وابدا انزل. انا اتاكد بس انا اقفل كله وابدا انزل الستار بتاعتي. هعمل ستار ازاي؟ الستار هتبقى من الاوفل والريكتانجل. ضغط طويل هتلاقي في حاجه اسمها بولي ستار تول، تمام؟ لو جيت ضغطت على اوبشنز هتبص تلاقي بوليجون اللي هو رسم مضلع او ستار. هتكون كام سايت؟ 5 ولا 4 ولا كام؟ اوكي، ودي هتكون الزاوية بتاعتها. عادة انا بخليها نقطة 25، وبخلي دي 4 او 5، 4 مثلا، بحيث انها تبقى مين حاجة زي كده او 4، تمام. طبعا اللي بره ده كله انا ما كنتش عايزه، وهنخلي دي باللون الابيض. دي الستار بتاعتنا اللي انا هشتغل عليها. هصغر شوية بيها واحولها مين؟ موفي كليب. موفي ستار، جميل. هبدأ بقى اقول له انا عايز اعمل الستار دي ازاي، تمام. اولا الستار ممكن اعملها بكذا طريقه، بس خلينا ناخد طريقه من الطرق. هخلي دي اعمل عليها حركه مثلا، وليكن حركه كده مثلا كده، تمام. ونخلي دي هتبقى صغيره قوي، صغيرة قوي قوي، تمام. وهنخليها بالالفا بحيث انها مين لما اجي اعمل كرييت كده بحيث انها تكبر. اوكي، طيب تكبر وايه كمان؟ وخليها تلف، تمام. هتبقى اللفة بتاعتها سريعة قوي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح مكمبرين الزمن كويس. اوكي، والزمن ده هيكبر، ونفس الطريقة هتكون. خلي ننزل على دي، على لما تظهر كده نعمل عليها، ننزل عليها جلو، وهيكون الجلو أبيض، وهيكون حاجة زي كده. نخليها باللون بحيث انها تبقى عاملة ضوء بالشكل ده. ممكن كمان اخلي البداية بتاعتها برضو بادية بجلو، مية، 5، بحيث انها تبقى مضيئة شوية. كويس. هنا بقى وهي بتختفي ممكن نخليها تختفي في الزمن ده، بحيث ان الالفا بتاعتها تبقى 0، وناخد نفس الاحداثيات. احنا ممكن ناخد ده الت ونحطه هنا، نشيل بقى دي، جميل. ونروح جايين حاطين نفس الحركة بتاعتنا كويس. تعال نشوف تيست. نايس. الحركة بطيئة إلى حد ما، فاحنا هنصغر شوية.
ولو عايزها تثبت شوية ممكن مفيش مشكلة تاخد من دي نسخة بألت وتخليه كده بحيث انها تكون ثابتة شوية بتلف، بس اللفة بتاعتها خد بالك انها تبقى اسرع، يعني شايف سريعة، فانت هتبعد شوية تعال نشوف لو محتاجة حركة تانية نعملها. شايف انها محتاجة شوية صغيرة، غير انها عايزة تصغر شوية، ممكن انزلها كده واخد الاحداثيات دي 11.3 وهخلي هنا برضو نفس الطريقة 11.3، بس للأسف هي راحت فين، بتتنقل من مكانها، فخليني كده هنزل لحد عيني على الكاونتر ده. تعال نشوف، انا عايز ده بقى كله كده، اخد كل دي كده كنترول كوبي فريمز اقصد، ونيجي نعملها كاوبجكت لوحده كلها، انسيرت نيو سيمبل وهسميها ستار انيميشن، وهاجي هنا انا جوه ستار انيميشن اهو، وراح جاي بيست فريمز كويس، هاجي اللي على اللاير دي واقول لها شكرا مع السلامة، وهكتب هنا ستار 1 ستار 2 مثلا، واجي هنا بقى كده واروح جاي منزل له مين اختنا اللي احنا لسه عاملينها الستار انيميشن، بحيث الواحدة تظهر هنا مثلا، واحدة تظهر في الحتة دي، عندي كذا نسخة بقى ما فيش مشكلة، ممكن اعملها مثلا هنا. تعال نشوف تيست، انا هخلي دي مع ظهور الديكور، واخلي دي مثلا بعدها بشوية، واخلي كمان واحدة ستار 3 هنا مثلا بعدهم بشوية كده، نصغر كده ونشوف ممكن نحطها. طبعا المنطقة السمرة دي هي اللي هتكون مكان النجوم، تكون لذيذة، تكون النجمة فيها باينة، ودي هتكون النهاية. خلينا بقى نشوف حتة تظبيط البوتون والحاجات دي، هنعمل بوتون زي ما خدنا في الدروس اللي قبل كده عادي جدا الطريقة التقليدية العادية، ريكتانجل
بوتون واروح جاي اعمل له شيب عادي جدا، اضغط عليه F8 بوتون. الالفا بتاعته بتبقى 0، ونسمي في الانستنس نيم ويب اندرسكور btn. الطريقة العادية جدا، وانا بضغط عليه بروح على الاكشنز. خد بقى انا بتعامل معاك او معاكي على ان انت مش عارف حاجة في الاكشن سكريبت، فكلها بعملها اكواد جاهزة. فتاكت دوت نت، نعمل اختبار بسيط. هلاقي هنا في الايد بتاعتي، ضغطت عليها بتاعي يفتح لي الويب سايت بتاعي. نايس. ده بالنسبة شايف هنا نزل لي فين. لا انا عايز البوتون في بداية البانر، يعني بص هو مرمي لي فين، يعني البوتون هيتاكتف معايا فين، في التايم كام. لا انا مش عايز كده، انا عايز في التايم او اول ما يفتح في اول فريم. باجي بقى على اخر فريم خالص، شايف التايم عامل ازاي، واظبط واجي هنا F7 وهنزل الاكشن بتاعتي بحيث انها ما يتعادش، او لو انت عايز تعيده ماشي، بس ما اعتقدش ان هو يعني بنر في ظهور كتير واخد وقت كتير شوية. دي حاجة ترجع لك او ترجع للعميل. يعني بضغط ضغطة يوديني على طول على مين، فتكت الموقع غلط، هاخده من جوجل او تقريبا كوم. ايوه هنيجي على الاكشنز فريم 1، نقول له سلامتها امه فتكت، ونعملها كده وكده البانر خلص. انا كده مخلص شغلي وتمام ومية مية وزي الفل. حبيت تعمل ده كل ده في موفي واحد مفيش مشكلة، يعني خلينا ناخد الليارات دي كلها، وفي الليارات هنا مش هتفرق. لما انت عملت ستوب بقى خلاص في التايم المظبوط عادي. يعني لو خدنا دول كلهم كده بشفت، اوكي، وعملت كوبي فريمز وجيت عملت انسرت نيو سيمبل وقلت له اول، وعملته موفي كليب وجيت انا جوه اول، جيت عملت بيست فريمز وطلعت بره. اوكي دي برضو طريقة لو انت عايز ترخم بقى يعني، او تعمل شغل احترافي شوية، يعني تروح جاي واخد كل الليارات دي كده كلها بالسلامة، باي باي. تروح جايب هنا نقول بانر، وتروح حاطط الموفي كليب بتاعك في اول فريم، هتلاقيه جوه طبعا قول اهو، هتروح حاطه وموسطنه تمام التمام. بس خد بالك من دي عشان لازم تبقى موسطنه كويس، او تعال نشوف تيست نفس النتيجة زي الفل وما فيش اي مشكلة خالص. ادي الاكتيف بوتون معانا والبانر بتاعنا وزي الفل ماشيه وتمام التمام. طبعا النجوم من جوه لو انت عايز تعمل لها، شايف هنا لاحظت انت اللي حاصل، النجوم اولا مش معمول لها اكشن، مش معمول لها ستوب، فيها دناها عامله كده مفيش مشكله. لو انت عايز تبعد شويه، يعني انا شايف النجمه اول ما بتختفي بتظهر على طول تاني، فانت هتخش جوه وهتعمل شويه شوية مسافة جوه النجمة نفسها،
دي النجمة دي فين اهي، مسافة بس كده عشان تدي شوية، ما تخلصش على طول يعني، مش اول ما تنتهي تروح بدأ على طول، فتدي مسافة شوية كده مختفية وبعدين تبدأ تظهر تاني. هتقعد فترة مختفية شوية وبعدين تبدأ تظهر. كويس، أنا شايف النجمتين بيظهروا في وقت متقارب قوي، دي ودي. أوكي، فممكن نبعد شوية، دي عندي عندي دي حاجة. الحاجة التانية لو انت ملاحظ معايا، هتبص تلاقي الباك جراوند دي هتبدأ تقيد وتطفي تاني كده، هو ماشية معايا عادي، ماشية عادي كده. بص هنا لاحظ دلوقتي، اهي حصلت ليه؟ عشان انا مش حاطط اكشن، مش حاطط اكشن هنا يوقف الحركة دي، هو بيمشي لك عادي في التايم لاين كده، بروح جايب راجع لك تاني اعمل لك بالشكل ده. اوكي، فممكن تعمل ايه بقى؟ نروح جاي من فوق كده، ايه اس 3، وهتروح على اخر فريم خالص تقول له F7 جريد بلانك كي فريم، وتقول له ستوب. ونشوف النتيجة. جميل، يبقى وقفنا كالمين تايم لاين اللي هو مين اندن كنترول دلوقتي، عامل كنترول على مين؟ على الباك جراوند بالشكل ده. ده الشغل الاحترافي فعلا اللي انت ممكن تشتغل بيه. اتمنى اني اكون وضحت حتة الفنيات بتاعت البانر ده، وطريقة رسم الديكورات والورد والحاجات دي والنجوم والكلام ده. اعتقد ان البانر ده فيه شوية تكتيكات في الرسم كويسة، وان شاء الله بالتوفيق، واشوفك باذن الله في دروس تانية ان شاء الله. السلام عليكم.